كما استمعت التطلع لعهد جديد من العلاقات، كيف تلقت القاهرة هذه الإشارات من أنقرة؟ كيف تقيمها؟ هل هي إيجابية أم أنها ليست بالمستوى المطلوب؟ نعم علام، يعني منذ الحديث خلال الفترة الماضية أو ربما خلال الأشهر الماضية عن استئناف العلاقات ما بين مصر وتركيا، والقاهرة يعني تكون لها تصريحات مقتضبة تتعلق بهذا الأمر، وتكون دائما لها ثوابت تتعلق بمسألة استئناف العلاقات مع تركيا. أهم هذه الثوابت يتعلق بمسألة تحول الوعود والتصريحات السياسية من الجانب التركي إلى أفعال ويعني واقع يتعلق بتلك العلاقات، وأهمها أيضا ما يتعلق باحترام تلك العلاقات وفقا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وكذلك أيضا لدول الجوار، وأيضا وقف التدخلات الموجودة في الأراضي الليبية. آخر تصريحات خرجت من الجانب المصري تعقيبا على التصريحات التي تخرج من الجانب التركي كانت الأحد الماضي من على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي عقب على الاتصال الهاتفي الذي جاء من وزير الخارجية التركي، وقال إنه يعني هذا الاتصال يأتي في إطار الجانب الإنساني من جانب تركيا، لكن مصر تضعه إلى جانب مجمل التحركات التي تقوم بها تركيا وتتحدث فيها عن استئناف العلاقات مع مصر. كذلك أيضا قال إن وقف بعض القنوات المعادية لجانب لمصر وتعمل في الداخل التركي، حال كان هذا الأمر مستقرا وموثقا فإن مصر ترحب به وتراه أمرا إيجابيا، وتنتظر المزيد من تحويل تلك التصريحات والأقوال السياسية إلى مرحلة أفعال وتحول إلى واقع فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وكذلك أيضا وقف التدخلات في الأراضي الليبية، وكذلك أيضا وقف التوترات الموجودة في شرق المتوسط، إضافة أيضا إلى مسألة يعني وقف تلك التصريحات المعادية. نعم محمد الحمراوي مراسلنا من القاهرة ترحب باستئناف تلك العلاقات. نعم.